بسم الله الرحمن الرحيم. من الضروري أن يتذكر كل إنسان ويذكر نفسه بهذه الآية المباركة والتي سمعناها مكررا وقرأناها مكررا وكتبناها مكررا، وهي قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمم تظهر على مسرح التاريخ، قسم من الأمم شر الأمم، بني أمية أمة ظهروا على مسرح التاريخ لكنهم كانوا شر أمة، العثيون أمة ظهروا على مسرح التاريخ وكانوا شر أمة، وأمم تظهر على مسرح التاريخ لا تنفع ولا تضر. أذكر أنا في العراق كان 44 حزب في أيام الملكيين وأساميهم مسجلة يعني في بعض الكتب: حزب الاستقلال، حزب الدستور، حزب الأمة الاشتراكية وإلى آخره، وعددها 44 حزب. لكن هذه الأحزاب أو الأمم، لأن الحزب هو جماعة من الناس تسمى بالأمة، لا نفعت يعني نفعا كبيرا ولا أضرت ضررا كبيرا، حزب جماعة إنسان لا يضر ولا ينفع. قسم من الأمم تظهر على مسرح التاريخ وهم أمم تكون خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني ظهرت، أخرجت يعني ظهرت، ولا هم أفراد من نفس الشعب ومن نفس الأمة ومن نفس البلاد، لكنها تظهر بمبادئها وبأعمالها للناس. قسم من الأمم أمة تظهر وتخرج وهم خير الأمم. شنو معنى خير الأمم؟ وما هو ميزان أن نكون نحن خير الأمم أو عاديين أو والعياذ بالله شر الأمم؟ في الميزان أمران: أمر في البعد النفسي للإنسان، وأمر في العمل الخارجي للإنسان. البعد النفسي هذا شيء من أصعب ما يكون واقع، أن يكون الإنسان بكلمة جامعة ونلخصها في كلمة: أن يكون متواضعا للحق. هذا من أشكل الأمور، التواضع للحق. أنا موقف الحق هذا، والفرق بين أنا وبين الحق مو أن تقول، مو أن أقول، أن كل إنسان يقول أنا، يقول أنا الحق، هذا لا شك فيه، لكن المهم أن تعرف في أعماق نفسك أنك المحور أو الحق المحور. قدر التواضع للحق، وهذا شيء ليس باليسير، أن الإنسان مهما رأى الحق يتواضع له، يظهر في صدق الإنسان، في أمانة الإنسان، في كلام الإنسان، في مشي الإنسان، في كتابة الإنسان،
في أسلوب حياة الإنسان مع عائلته، مع أصدقائه، وحتى مع أعدائه. لأني أنا قلت فهو الحق، معناه أن الحق أفديه لنفسي، لأنه الحق معناه أنا أفدي نفسي للحق. هذه الكلمة الوجيزة، ولهذا الله تعالى جمع هذه الكلمة في كلمة أيضا، قل الله، خلص الله المحور. حقيقة الله المحور أو المال أو الشخصية، لأن كثير من الناس مو جم المال، جم الشخصية، أنا شخصي، الناس يحترموني، كلمتي، منظمتي، عملي، أصدقائي، أولادي، زوجتي، هذا المحور مو الحق. هذا خدع نفسه. وفي الآية الكريمة الله تعالى يقول يخادعون الله وهو خادعهم. يخادعون الله شنو معنى؟ يعني أنه بسم الله لكن هو مو الله الموضوع. مهما تمكننا أن نجعل كل شيء فداء لله، إحنا ندرس دروس الخارج تدريسا ودراسة، فقد يكون إنسان يعرف الحق لكن لأنه ما قاله يقول ما أقوى هذا، أو لأن عدوه قاله يقول ما أقوى هذا. هذا كلش مهم، يعني مو بهالسهولة إنسان يتصور أنه متواضع للحق. التواضع للحق معناه أنك إذا رأيت من قريبك أو غريبك الخطأ أن تقوله، وإذا رأيت من غريبك أو قريبك الصحيح أن تقوله. أما لأني قلت فهو صحيح، مثل أفراد أكو ذو البعد الواحد، أفراد البعد الواحد يعني شنو معناه؟ يعني يقول هذا الطريق خلص. يمكن أن يكون الطريق أيضا في طرف صديقك، في طرف عدوك، يقول هذا يسمى بالإنسان ذو البعد الواحد. وليس من الفضيلة أن يكون الإنسان ذو البعد الواحد، يجب أن يكون الإنسان ذو أبعاد، لأنه إذا صار موضوع الحق يصير ذو أبعاد تلقائيا. فخير أمة أخرجت للناس، هذا معنى أبو ذر لماذا مقدر؟ هذا الرجل المعروف لماذا مقدر؟ لأنه كان مع الحق صدق. أما زيد بن ثابت ما كان مع الحق، كان مع المال، كان مع السلطان. أبو ذر في يوم عزيز عزيز، في يوم ذليل ذليل، ذلة ظاهرية نقصد مو ذل الواقع، يعني مطارد. وكل واحد لا يتصور أنه هو أبو ذر، أبدا، هذا شيء صعب. يعني نحن كل واحد منا يتصور أنه هو أبو ذر وأن طرفه عثمان، بالعكس كثيرا ما نحن عثمان وطرفنا أبو ذر، هذا الواقع. يعني هذا بعد داخلي في الإنسان. شلون يكون الإنسان خير أمة أخرجت للناس؟ شلون يكون تواقع أمة أخرى؟ وإلا كل واحد من الأحزاب والمنظمات، منظمة الفتح تقول أنا الحق، منظمة حبش يقول أنا الحق، يقول أنا الحق، ومنظمة كذا بناء يقول أنا الحق، كلهم يقولون أنا الحق. أكو فرد واحد يقول أنه أنا مو حق، الحزب البعث يقول السوري أنا الحق، العراقي أنا الحق، والشيوعي يقول أنا الحق، والديمقراطي يقول أنا الحق، وإلى آخره، والقوم الحركي يقول أنا الحق. شايفين فرد واحد يقول أنا مو حق؟ أما أي معيار لأن نعرف الحق عن الباطل؟ يعني كل شيء له ميزان، أكون ميزان هالشكل، السكر والقند وما أشبه، أكون ميزان، ميزان الكلام، كلامك صحيح أو باطل، النحو ميزان الكلام. إذا قلت قال زيد فكلامك صحيح، الفاعل مرفوع. إذا قلت قال زيدا فكلامك غلط، لأن الفاعل مو منصوب. إذا أردت أن تعدل فكرك شنو الميزان؟ المنطق. إذا أردت أن تعرف هل أنت مرتفع الحرارة أو منخفض الحرارة، درجة الفهرنهايتية. إذا تعرف أنك عندك ضغط أو ما عندك ضغط، درجة الضغط، كل شيء له ميزان. الإنسان خير أمة وشر أمة وأوسط أمة أيضا له ميزان. الميزان هل أنك وأني في أبعاد الحق أو الأنانية؟ هل في أبعاد احترام الذات أو احترام الآخرين؟ قسم من الناس يذبحون الناس على مذبح أنفسهم وأنانيتهم، قسم يذبحون أنفسهم على مذبح الناس.
فالميزان أن يصلح الإنسان هذا البعد. الإمام الحسين وعبد الله بن الزبير كلاهما ضد يزيد، وكلاهما خرج، وكلاهما قتل. الإمام الحسين الحق، عبد الله بن الزبير الباطل. لماذا؟ شنو الميزان؟ كلاهما خرج، وكلاهما ضد يزيد، وكلاهما قتل، وكلاهما قتل. الفرق أن عبد الله بن الزبير في مكة قتل، الحسين في كربلاء قتل، لا أكثر ولا أقل. الإمام الحسين كان يضحي نفسه للحق، عبد الله بن الزبير كان يضحي الحق لنفسه. الفرق هنا يظهر، ولا الحجم نفس الحجم. المهم أن الإنسان إذا أراد أن يصبح خير أمة أن يذبح نفسه في سبيل الآخرين، مو أن يذبح الآخرين في سبيل نفسه. وهذا يظهر من منطق الإنسان، من عمل الإنسان، من حركة الإنسان، من أسلوب فكر الإنسان، من هالأشياء. وهذا شيء الله تعالى أعطى للإنسان الميزة حتى يميز بين الحق والباطل، وبين الصحيح وغير الصحيح، وبين أنه حقيقي في طريق الحق أو باطل في طريق الحق، يعني مو في طريق الحق، في طريق الباطل. هذا أحد الميزانات. قلنا لأن يكون الإنسان حقيقة في سبيل الحق له علامتان. العلامة الأولى البعد النفسي للإنسان. القصة صغيرة جدا جميلة وجدا عجيبة القصة في نفس الوقت، ولعلكم سامعيها لأن القصة مشهورة. أخوان كان اثنين، أحدهما من مريدية الإمام، والآخر من الذين لا يعترفون بالإمام. الإمام عليه الصلاة والسلام ذات مرة قال لهذا الأخ المريد له، قال هذا أخوك شنو يقول؟ أنا بطبيعة الحال جاء أقول الكلام كمعنى مو كلفظ. قال شنو يقول أخوك اللي هو ضدنا وما يجي طرفنا؟ قال ابن رسول الله هو يقول أنا رجل متدين ومحتاط وورع، ولم يثبت عندي أن الإمام إمام، فورعي يحجزني عن الاعتراف به. الإمام قال له لهذا الأخ وأين كان ورعه على نهر بلخ؟ هذا إذا ورع ويخاف على أنه ليجي يمي، يخاف الله إذا هذا عنده حالة خوف من الله وحالة ورع، أين كان ورعه على نهر بلخ؟ هو سمع عن الإمام ما فهم شنو يقول الإمام هذا الأخ. فرد مرة شاف أخوه وصار بينهما كلام، والأخ كرر نفس الكلام إن ورعي يحجزني يعني يمنعني. أخو قال عجيب، أنا قلت للإمام هذا الكلام، والإمام قال أين كان ورعه على نهر بلخ؟ هذا الأخ من سمع هذا الكلام اصفر لونه. كلام عجيب هذا، لأن هذا القصة مو مطلع عليها إلا الله وأنا. القصة شنو؟ القصة أنه ذات مرة إنسان أمن عنده جارية، هو وجاريته وهذا الأخ، هذول يجون في ليلة شاتية، نزلوا على نهر بلخ، خيموا هناك خيمة. الصديق أبو الجارية طلع لحاجة، هذا انتهز الفرصة هذا الأخ الورع، واقترب من زوجته هذا الصديق ماله في الخيمة. الإمام قال إذا كان ورع أين كان ورعه على نهر بلخ؟ الحقيقة هاي قصة، والقصة انتهت، لكن هل قصتك تكرر في كل واحد منا وفي كل واحد يزعم أنه صدق مع الله؟ هل هناك ورعكم في السرقة، في اللسان، في العمل، في الحركة، في الشهوة، في البطن؟ هل هناك ورعكم أو ما؟ إذا أكو ورع في الحقيقة يعرف من داخل نفسه، لا شك على أنه خير أمة أخرى في الناس، وإلا لا. هذا البعد يجب أن نزيدها في أنفسنا، أن نزيدها في أنفسنا، وهذا أشكل الأبعاد. حتى الله تعالى يعلم أننا صادقون،
لأن الله لا ينخدع، من الممكن أنا أخدعك وأنت تخدعني، من الممكن. لكن هل بإمكاننا أن نخدع الله؟ هو بإمكاننا أن نخدع الله. فالمهم أن نسكب في أنفسنا أن نكون خير أمة، هذا المهم. وإلا خدع. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا البعد الأول. البعد الثاني البعد الحضاري أو العملي، هذا أيضا شيء مشكل. إرادة الحضارة هذا هو. يعني حقيقة هل أننا نريد حضارة حقيقة؟ يعني هل أن القيم عندنا لها قيمة حتى نركزها؟ إننا نحتمي بالعلم أو إننا نحمي العلم، أكو فرق. هل المال لأجلي أو المال لأجل الناس؟ المنصب لأجلي أو لأجل الناس؟ فرقهم. عثمان وعلي بن أبي طالب كلاهما في يدهما المال، لكن العثمان المال لأجله وعلي بن أبي طالب المال لأجل الناس. المهم إرادة حضارية، يعني أن الإنسان حقيقي يكون في سبيل التغيير، حقيقي يكون في سبيل إعلاء كلمة الله، حقيقي يكون في سبيل تركيز لواء الله على الأرض. هذه الإرادة العملية مع ذلك البعد اللي في داخل النفس يغير المجتمع، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر إنسان اعتبار ولا يخذل إنسان اعتبار. يا موسى أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير، حديث قدسي عن الله لموسى عليه الصلاة والسلام. وفي كلمة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: فلما عرف الله منا الصدق أنزل علينا النصر. على الله تعالى اعتباطا لا ينزل نصره على أحد. أن تكون علما، أن تكون شخصية، أن تكون محبوبا، أن يلتف الناس حولك، أن الله تعالى يعطيك الحكم، ما يصير. ممكن أن الله تعالى يعطي الحكم لصدام أيضا، لكن مو أن الله أعطاه، أن الله جعله امتحانا لا أكثر ولا أقل. وكان بإمكان الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أمامه ما أخذ أمامه حتى يمتحن. أما أن تكون أنت مربوطا بالله وتركز لواء الله في الأرض، هذا يحتاج إلى إرادة حضارية، والإرادة الحضارية مو اعتباطية. يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى الحلم، يحتاج إلى الصدق، يحتاج إلى الأمانة، يحتاج إلى الوفاء، يحتاج إلى الغيرة، يحتاج إلى النشاط، يحتاج إلى العمل الدائب، يحتاج إلى عدم الاهتمام بالأمور الشخصية والنفسية. كل هذه الأمور وألف شيء آخر، هذه تسمى جميعا بالإرادة الحضارية، إرادة التغيير. هذا إرادة التغيير، مو اللفظ نريد التغيير، أكو فرق بين لفظ نقول نريد التغيير، هذا شيء بسيط كل واحد منه، وبين أنه حقيقة نريد التغيير. الحقيقة إذا أردنا التغيير يعني شنو؟ يعني من أول الصبح يقوم، شايفين خادمة كلكم، خادم قسمين، خادم من أول الصبح يكنس السطح ويكنس الحوش ويكنس الغرف وينظف وكذا، هذا يريد التغيير وما يقول في الحج، ما يحتاج حج. واحد خادم يقول أنا أريد التغيير لكن نايم للظهر إلى 3 ساعات قبل الظهر، يباوع ساعته، أول ساعة 8 لازم يروح، ما أول 8 لازم يروح. إذا تريد التغيير لازم من أول الأذان تروح. أنا أذكر إحنا كنا أطفال نقرأ في صحن الحسين على الفدان، فكان في السنة يوم واحد نروح إلى الحر مشي، ذاك اليوم اللي نريد نروح للحور ويا الشمس لازم نروح، واحنا اطفال عمرنا 7 سنوات 8 سنوات اقل اكثر. يوم اللي نريد نروح للحور ساعة قبل الاذان نقوم، لان هذا وراءه الشوق، وراءه الارادة. حتى ساعة قبل الشمس كنا حاضرين في المحل في صحن الحسين ومن هناك نتحرك. اما يوم اللي ماكو حور يصحون صاير أذان نايمين، ما نتمكن نقوم لأن ماكو وراء إرادة. نص ساعة وقت بقيت للشمس منكم ما أتخلو بالقوة قريب الشمس نقوم، همو معلوم صلاتنا ويا الشمس صايرة أو قبلها أو بعدها شوية، هذا كواقع. لأن ذاك وراءه إرادة، هذا ما وراءه إرادة، هذا عمل روتين. أدرس هالدرس روتين، أدرس نص ساعة أدرس، أحكي وراء الإذاعة طرق ربع ساعة كروتين أحكي،
قد يكون له وراءه الإرادة، وراءه التصميم، وراءه الفكرة، وراءه الإيديولوجية، وراءه الحداء. الفرق هذا. الذين قتلوا الحسين كانوا ياهم شعير يقتلون الحسين، إملى ركابي فضة أو ذهب. واللي ينصر الحسين، والله لو قتلوني وأحرقوني وذروا رمادي في الهواء ثم قتلوني وأحرقوني وذروا رمادي في الهواء يفعل بي 70 مرة ذلك كنت أجد فيه الفوز. الفرق هذا. لذا بني أمية ذهبوا والحسين ذهب، سره لأن وراء الحسين إرادة حضارية، وراء الحسين الحق، وراءه الصدق، وراء أولئك مال أو منصب أو شهرة أو شخصية ذهب أولئك. نحن إذا أردنا في الحقيقة، وإلا الله تعالى ما ينتظر، نصدق ويجي جماعة آخرين يأخذ الزمان من أيديكم وفي أمان الله. أول وأخير هذا. أنا شاهدت هذا في كربلاء، كان عندنا كادر في كربلاء يديرون مجالس الحسين بالشاي، يطون شاي. فذول كادر زعلوا، فرد مرة مناسبة. الناس ما انتظرهم. قضايا الحسين تبقى في كربلاء؟ أبدا. جاءوا 10 آخرين مكان، هم في أمان الله. أمور الله هالشكل. صنعت واستقامة وصحة، الله معكم. ما صنعت، الله أدع عبيد مليارات. أنتوا روحوا غير مكان. كما أنه غيرنا راحوا وإحنا جينا. الله في القرآن يقول هذه الحقيقة. جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يعني أنه أخذ اللواء من أولئك، أعطى اللواء بيدك، صنعت حسنا فأنت السعيد. ما صنعت حسنا في أمان الله، روح من أحتاجك، هذا اللواء بيد إنسان آخر. المهم أن الإنسان حقيقة الغرور، الأنانية، الكبر، الحسد، هذه الصفات الذميمة التي تنشب أظافرها في الإنسان، ونحن عملنا ونحن صنعنا ونحن تقدمنا، يذني كلها لا في معيار الله لها قيمة، وحتى لا في معيار الحياة لها قيمة. الذي له قيمة هو القلب الصحيح المستقيم النظيف الطاهر، والعمل الجاد الحضاري الصادق المثابر. هذا له قيمة. في دعاء شهر رمضان أكو في يعني خطة الرسول في شهر رمضان يقول فاسألوا الله بنيات صادقة، يعني النية قد تكون كاذبة، نية كاذبة وصادقة. إذا إن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا جميعا لأن نكون من حزبه ومن وفده، وأن يجعلنا جميعا في طريقه، وأن يبصرنا عيوب أنفسنا، وأن يوفقنا لهذا التوفيق الذي ليس هناك توفيق فوقه. لأن الإنسان في الحقيقة إذا فاز هذا الفوز العظيم، وإذا سقط قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. في الحياة خاسر، هناك خاسر. إن شاء الله يجب أن نهتم جميعا لأن نكون البعدين، البعد النفسي داخل والبعد الحضاري في الخارج، حتى نكون كما يريد الله، وحتى نوفق لتغيير جذري إسلامي عالمي لإنقاذ 1,000,000,000 مسلم، مو لإنقاذ العراق وحده. لأن في الحقيقة الجهل والهوى والطواغيت والظلمة هؤلاء أسروا كل البشر، ومن جملتهم 1,000,000,000 مسلم، حتى تكون هنالك بإذن الله سبحانه وتعالى في القريب العاجل حكومة إسلامية واحدة شعارها الإسلام ومنهاجها القرآن، وحكومتها حكومة استشارية كما أمر الله ورسوله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.